ياه، ايه اللي احنا فيه ده يا شوقة؟ معقولة؟ شايف الدنيا مقلوبة عشاننا ازاي؟ برامج تلفزيون وفوت تستقبلنا وتدينا هدايا، ناس رافعة صورنا في كل حتة وبيهتفوا بأسامينا، احنا طلعنا عبط أوي يا جدع. عبط ليه يا زكي؟ عشان متشعبطين في الغنى والتمثيل. احنا لو فضلنا 100 سنة انا اغني وانت تمثل، عمرنا ما هنوصل لربع اللي احنا فيه دلوقتي. تصدق عندك حق، الزعمة والمرياسة دي حلوة قوي قوي، دي أحلى من الفن 100,000 مرة. شفت أبوك؟ شفت أبوك كان بيشاور بصباعه والناس كلها بتتخرس؟ زعيم يا ابني زعيم. ويجي واحد زي بدر يقولك شعبه مش بيحبه، خليه يجي يشوف. بس يا خسارة، عارف كان نفسي في ايه وسط كل ده؟ ايه؟ نونة تبقى معايا تاني يا شوقة. نونة تاني يا شوقة؟ انت ايه يا اخي لسه بتفكر فيها؟ يا سلام، يعني انت بتفكرش في كريمة؟ خالص. كريمة ايه دلوقتي؟ ولعلمك حتى لو فكرت فيها هعمل زي ما رز قال، هدوس على قلبي بالجزمة. فيها زيك؟ انت من امتى بقيت قاسي قوي كده؟ انت اللي طول عمرك حنين ورومانسي. اسمع يا شوقة، كريمة ونونة دول كانت حدوتة وكانت ملتوتة، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. فاهم يا شوقة؟ بس يا زكي. فاهم يا شوقة؟ فاهم يا زكي، فاهم. فاهم ان المرياسة دي حلوة قوي قوي قوي. في أحلى من كده؟ الواحد حمار برضه، يعني هو الواحد مهما مثل ونجح آخري هبقى إيه؟ مشهور جوه مصر، لكن لو أحكم زمبيزي شهرتي هتبقى في العالم كله. زعيم بقى، ده غير إن بكلمة مني هقلب بلد بحالها، وكل حاجة هتبقى تحت إيدي، الفلوس والسلطة والقوة، محدش هيحاسبني ولا يعاتبني، أنا الكل في الكل. الزعيم شوقي عبده مماضه. معقول يا زيكا ممكن في يوم من الأيام تحكم زمبيزي والناس دي كلها تبقى تحت أمرك وتسمع كلامك أنت بس؟ لايقة عليك والله يا واد. هنا إيه اللي أنا أضيع فيه وقتي وفلوسي ده؟ أنا هركز في السياسة وبس. زيكا الزعيم راح، زيكا الزعيم جه. لا، زيكة إيه بقى؟ زيكا دي بتاعت الفن، مش راكبة على الزعامة خالص. الزعيم زكي مامادو حاكم زمبيزي. الزعيم زكي مامادو حاكم زمبيزي.